الصلاة والسلام على المرسلين. شكرا الإخوان الأطور وموظفين الشركة ديال أوزون وأطور موظفين جامعة قصر الكبير وكذلك عمال ومستخدمين شركة أوزون. كنحييهم من هذا المنبر. عيدكم مبارك سعيد وعشركم مبروكة جميعا. كنطلب منكم باش تكون واحد الحملة تحسيسية مع المواطنين حول يوم الأضحية يوم العيد. بغينا هذا الموسم يدوز يكون في واحد الجودة أحسن ويكون في ظروف أحسن نظرا للخاصية هذه السنة. هي الجالية تقريبا سنتين ما جاتش. خصنا الجالية تكون في واحد الجو مريح وتكون في واحد الجو مزيان وحاولوا استعملوا مع الناس مزيان وحاولوا تزيدوا تركزوا على النقاط السوداء باش ما يبقاش هناك شي حاجة من ما يسمى بالأزبال والنفايات والقذورات. وفي نفس الوقت أنا كنادي على السكينة كنطلب السكينة القصر الكبير. أولا عوش لكم مبروكة عيدكم مبارك سعيد للجميع. كنقول لإخوان السكينة القصر الكبير أولا الله يجزيكم بخير. الاقتصاد الماء الاقتصاد الماء الاقتصاد الماء الله يجزيكم بخير. حاولوا ما يمكن تقتصدوا بالماء لا القزارة ولا الناس اللي كيغسلوا الطوموبيلات ولا أصحاب الحمامات والدوتشات. يحاولوا ما أمكن يختصروا الماء يختصروا بالماء. راه كاين إفراط الماء وهذه واحد الخصلة قبيحة. خصنا نحاولوا نربوا نفسنا ثم الجيل اللي جاي حنا والجيل اللي جاي يعرف القيمة الماء والتكلفة ديال الدولة في الماء. دابا الآن الدولة كتتجع للماء ديال البحر كتصفيه وكيطيح بواحد الثمن مرتفع ثمن كبير. ولهذا الإخوان بغينا اقتصاد الماء. اليوم بحول الله كان عندنا اجتماع مع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء ومع المسؤولين المدينة حول الاحتياطات الإنارة الماء النظافة يعني كل شيء خصنا نديروا له احتياط باش نوفروا السكينة الجو المطلوب منا. كانت كنستحملنا المسؤولية ديال المدينة وفي نفس الوقت إخوان والأخوات كنطلب منكم الله يجزيكم بخير. الحرس كله الحرس والنداء ديالي لصحاب الناس اللي كيشوا الريوس. النداء راه شي واحد نصيبه كيشوي الريوس على الزفت راه أولا كيوكل السم للناس. هذاك الزفت راه مادة سرطانية. الزفت اللي كيتشوط على الريوس حذاري السكان. راه بالتجربة على حسب معلومات على أن هذاك الزفت راه فيه واحد المادة ما صالحاش للاستهلاك. والناس اللي كيشوطوا الريوس على الزفت راه كيوكل لكم واحد الفيروس ميكروب. وكنطلب من الناس اللي كيتعجون هالمهنة يمشوا للقطاع الفارغة يحيدوا من الزفت. راه حنا غادي نصداو ليهم يوم العيد وغدا في العشية اللي هو الزفت يشوط الريوس راه حنا نتاخذوا معاه الإجراءات اللازمة. الله يجزيكم بخير. هذاك الزفت كيكلف ومنين كتشوط عليه ديك الريوس كتحرق له المادة ديالو وكتطيح الناس ياكلوها وفي نفس الوقت كتخرج على ذاك الطريق اللي كتعاود تهمتل وكتولي بواحد الحالة مزرية. الله يجزيكم بخير. وكذلك الإخوان والأخوات النفايات النفايات حنا عملنا مع الشركة أوزون صاحبة الصفقة التدبير المفوض بمدينة قصر الكبير باش نفرقوا الأكياس على السكينة باش كل واحد عنده النفاية ديالو يجي مع هذا الكيس. أولا كيجمع ديك الزبل ديالو وكيبقى مخبع. ثانيا كيسهل مع موري على العمال. خصنا نعاونوهم حتى هما وليداتهم عندهم وليداتهم وعندهم عائلتهم بدل ما يمشي يقوز خدمة 6 سوايع يقوز 3 ساعات ولا 2. ارحموا هاد العمال الله يجزيكم بخير. راه ملي كيسيبوا الناس الزبل مملوح كيكلف من الوقت ومنين كيسيبوا مجموع كيسهل عليه باش يرجع الى الماكينه بسهوله ويمشي بحاله. الله يجزيكم بخير. نداء الى الساكنه القصر الكبير وكل المغاربه ننادي على جميع المغاربه خصنا نحاولوا ما امكن نتعلموا كيفاش نجمعوا النفايات ديالنا لان هذه النفايات راه عادوا الانسان عادوا البيئه. الله يجزيكم بخير. وخاصه الساكنه القصر الكبير كنزيد ناكد عليهم غدا غادي يتم توزيع ديال الاكياس على 6 المناطق 6 دوائر
دائرة واحد، دائرة جوج، دائرة ثلاثة، دائرة أربعة، دائرة خمسة، دائرة ستة. الساكنة اللي خصو هاد الأكياس يرجع إلى اللجان ديال التوزيع، راه يتم التوزيع ديالها على صعيد المدينة في ستة ديال المناطق، ستة ديال الدوائر على صعيد المدينة. راه عندنا كمية كافية من هاد الأكياس باش يمكننا نحاولوا ما أمكن نغلبوا على هاد الآفة ديال النفايات. الله يجزيكم بخير، لأن خصنا نتعاونوا جميع، وهذا واحد الموسم شهر الله المحرم عيد الأضحى، الناس فرحانة والجالية جاية، خصنا نحاولوا ما أمكن كيفاش ندوزوا الموسم مع بعضياتنا. وفي الختام، المغاربة معروفين بالتلاحم، معروفين بالتضامن، الله يجزيكم بخير. اللي قدامه شي درويش واللي كاين شي حد كيشوفوا على أنه ما عيطش يتضامن معاه، يعاون، خصنا نتعاونوا. وشكرا، وشكرا لكم جميعا، بارك الله عليكم.